السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير. مادام زيد تليفون وكنصور فيديو، إذن الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنني في القناة نصور فيديو ونهدر ونضحك. الحمد لله الحمد لله. اخواتي بزاف ديال الاخوان كيعرفوا مريت بواحد المرحله صعبه من العيد الكبير، من قبل العيد بشي يومين لحد دابا شي 3 ايام، واحد المرحله اللي صعيبه بزاف. ولكن مادام هزيت التليفون وكنصور نهار كبير هذا، ونهار كبير انني كندخل اليوتيوب وكنتفرج في الفيديوز ديال الناس، نهار كبير لان ديك المرض اللي فيا راه ما يخليكش حتى تحدي في التليفون كاع. ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله انني قدرت نهز التليفون وكنصور الفيديو في جديد ومعكم من جديد. وانا كنت كنظن هذه الاخريه ليا، حيت فلت من الاول وقلت نحصل في هذه، وقال لك اللي كتقوز عليه مره الاولى وقازت عليه مره الثانيه حوفه. ولكن انا التجربه الاوليه رديت منها بزاف ديال الحاجات. ولكن هذا الفيديو عملته باش نجاوب على ثلاثه الحشرات اللي ما كيعرفوش الانسان باش كيعاني، مع ذلك هاجمين عليك. نكذبش عليكم، انا في حياتي عمري ما كرهت، قد ما كرهت واحد البشر في هذه الحياه، القلب ديالي نيت ما باغيش يسمح له. ماشي انا اللي ما باغيش نسمح له، قلبي هو اللي ما باغيش يسمح له، حيت عمل فيا العيب بزاف. وسبحان الله العظيم في حياتي كامله عمري ما دابس مع شي واحد وما بقيتش كنهضر معاه وكرهته بحال هذا. وغنجاوب عليكم بثلاثه لان كتستاهلوا انني نجاوب عليكم، وانا غنجاوب عليكم دابا. بالنسبه اللي قال عليا موسخ وكنستاهل نكون خدام في الشركه ديال النظافه، هذاك شرف ليا انني نكون خدام في الشركه ديال النظافه، والشركه ديال النظافه اللي كي تحياتي من مدينه المضيق لعمال النظافه في مكان في مكان في المغرب كامل وفي جميع الدول. عمال النظافه خصنا نقدسوهم، وانا كنتمنى نكون منهم، والله العظيم كنتمنى نكون عمال النظافه. وبالنسبه للوسخ، الوسخ مزيان، حتى الحمق كاملين موسخين ما كيادو حال. المهم انا جاوبته. وبالنسبه للثاني لاباس، بالنسبه للثاني غادي نقول لك واحد الحاجه. انا كنامن بالله ولا اله الا الله محمد رسول الله، وما كنستافز حتى واحد في دينه، وانا ماشي من النوع اللي كنسرق وندخل نقول ربي اسمح لي سرقت هذه المره. واسمع مزيان وفهمها مزيان. اما بالنسبه الثالث، انا نقول لك واحد الحاجه، راه كنامن بالله ونعاودها لكم من جديد، لا اله الا الله محمد رسول الله، وما كنامنش بالمشعوذين بحالكم. يعني ما كنامنش بالمشعوذين بحالك، هذا هو المشكل ديالي معاكم، ماشي المشكل عندي مع الدين ولا مع هذيك، معاكم انتوما، مع الناس اللي كتامن بالشعوذه بلا ما نكمل عليها. وتحيه لجميع مدينه المضيق، والحمد لله الحمد لله انني قدرت نعدل الفيديو، والحمد لله ابتسامه راه كتشوفوها راه كاينه، وراه خديت تجربه من المره اللي فاتت. ولهذا هاد الثلاثه كنقول لكم انا ماشي في الصالح ديالكم انكم نبقى لكم في عقلكم، مادام بنادم كيهتم اخر كيكون ما غير حاسدو اولا شي حاجه ضاره في قلبه، وانا ما ضراني حتى شي حاجه من قلبكم، راه كنخرج من ديك الموطا هذا، راه ما كنعقل عليكم لا على غيركم، وزياده على ذلك ما كنشرب الدواء، راه ما كنلقى عقل حتى على شي حاجه نيت، يعني ما غير كتحمقوا راسكم، ما غتستفزوني ما حتى شي حاجه، ما غير عطوني اتساع بحق اللي غياديني غيجبرني موجود. وهذا الفيديو ما سميت فيه حد
واللي بغى يدير شي حلايق يديرهم على راسو. لو كنا كاملين بينا كندو على المسائل ديالنا كان هذا العالم كامل بخير. لو ما غير النص ديال الناس في هذا الكون اللي عايشين فيه دوا في راسهم ما يدواش في عباد الله، راه كل شيء غادي يكون بخير. لهذا كل واحد يديها في بغاته. اخواتي هذا الفيديو راه عادي كنهضر فيه عادي، وبقيت حيت نشرت لكم واحد الفيديو من البحر قبايل، وهذا غنعاود لكم باش نقول لكم شنو وقع في هذه القضيه ديال الوسخ. وكنقول لكم الوسخ بيدو من الحمق اللي ما كيادوا عباد الله وما كيدوها في حد ملهيين مغرب جنابهم، راه موسخين وفي راسهم القمول. وانا كنلاحظ هذاك الناس كيكون الجسم ديالهم صحي في 100%، كاين اللي كيعيش حتى 20 سنه في مدينه المضيق وهو موسخ وبصحه جيده وما كيوصلش للطبيب. منهم الاخ احمد وغتعرفوه من مدينه المضيق وغتعرفوه. الوسخ ماشي عيب، وانا كنظن راسي راه ماشي موسخ، نقي. ها ما غير اللحمي كتعطي الخبر، راه نقي. كنت غندير واحد التنفيحه باش تشوفوا الوسخ، ولكن احتراما للناس اللي كتبعني ما غنفحش بغرطوم، وراه كيلاحظوني في اللايفات كيعرفوني كنفح وما كنفحش احتراما ليلو. واذا زدتو كتستفزوني راه غيكونوا شي فيديوز اخرين زايدين على هيدا، وما غنبقى نحشم حتى شي واحد، وغادي نقول شي الكلام بالنسبه ليك انت اللي كتستفزني في الدين، راه غادي نقول عليك شي كلام ما غادي يعجبك شي. لهذا بعد مني، اعطيني اتساع، انا ما صالح لك شي وما خصني عايب مع شي واحد. الله يهديك بعد مني، انا بعدت منك اعطيني اتساع، ياك بعدت منك عطيتك اتساع. بغيتي الراحه، بغيتي ترجع عبيد، الله يعاوننا يعاونك. راه الله كيخلقنا محزطين محزطين ما لابسين علينا والو. وانت عجباتك العبوديه سير عبد، انا عطيني اتساع. حتى اصلا انا الناس اللي كيكونوا كيعجبهم يعيشوا عبيد انا ما كنكونش مرتاح لهم نفسانيا، لهذا عطيني اتساع. الله يعاوننا ويعاونك، والله يجيب لك التيسير في حياتك، الله يجعلك بالافكار ديالك توصل تبني 100 عماره، والله تنفرح لك. انا ما كيهمني لا يخور زاد لا يخور تغير، انا كيعجبني هو نشوف الانسان ضاحك ناشط ومزيان صحته. وراك تعرفني وبارك باستفزاز، رانا ما كيعجبنيش اللي كيستفزني. والفيديو اللي ماجي ما تقوليش اني ما استفزتك، راه كنت كنهضر معاك وكنقول لك شنو كاين، ولكن الفيديو اللي ماجي راه نقول شي حاجه تقباح قباح، ماشي راه ماشي كنهضر معاك وصافي، وراه كنعرفك غتشوف الفيديو حذاري. وعيت ما نقول لك حذاري حذاري حذاري، وانا كنحضرك من جديد، راه نقول شي فيديوز راه العالم غيتعجب فيهم. وحدي راسك مني، وراه ما صالح لك شي، عطيني اتساع، راه عطيتك اتساع، عطيتك دابا بحال انا مشيت للميريكان، انت عطيني اتساع، الله يعاونك، الله يجيب لك التيسير، وكنتمنى لك ما غير الخير مقربين، الله يجيب لك التيسير، راه كلينا الخبز مع بعضنا، الله يعاوننا يعاونك اخاي. وبالنسبة للمشعويد، ما عمره ما كان عندي معك حتى شي حاجة، ما كنعرفك ما كتعرفني، المهم مشي عند شي مشعويد، وقول له دير لي شي ثقاب، أولا شي حجاب، أولا شي مصيبة الكحلة. ولا الله تصدق، وإذا صدقت أنا غنعمل الحنة في يدي منقوشة. وبالنسبة لديك الراجل احترم راسك في السن ديالك، راه أنا نيت عاود ما كنآدك، ما كنقربك، ما عندي علاقة بك، أنا عادي كنخدم الخدمة ديالي، الله يعاوننا يعاونك. ماشي كل عام تعاود نفس القصة الوسخ. واحد الكلمة كيقولوها في الدين زعماك ماشي مزيانة، ما كنعرفش أنا نيت نقولها. هذيك واذا بغيتي تقولها على شي واحد تقولها على راسك، ما تقولهاش عليا راسي عليا انا، لان ما عندي علاقه، ما كنآديك، ما كنقرر. وتحيه للجميع لمدينه المضيق، تحيه للجميع من مدينه المضيق ولجميع المتتبعين ديالي، واحتراما لكم، ما كنبغاش نقصر الهضره، احتراما لكم حيت كنحشم منكم. حتى نيت الروتينات والمونيكا ما بقيتش نيت كنتصور معاهم، ما غير احتراما لكم باش ما تبقاوش تقولوا راه كنعملها شنو عملتها شنو عملت، احتراما للناس اللي معايا فقط. تحيه للجميع من مدينه المضيق. خواتي ما غنسمحش لشي واحد يرجعني كما كنت قبل، غنحاول نصبر نستفزازات، ولكن المره اللي ما جا
راه غادي نقول شي حاجه راه خطيره، وحدوا راسكم مني وراه ما نعقل حتى شي واحد، عندي نقول عقلكم راه غنحشم الساعه ما بقاش نحشم. وهاد الناس اللي غيكونوا معايا نقول لهم احتراما ليلي ما تدخلوش تشوفوا هاد الفيديوز. انا ما غير زبلت واحد زويله السيده عيطت لي من المانيا قالت لي عثمان مسح ديك الفيديو، راه مسحته وفي نفس الوقت كان وزن قبل ما كنطلع. يا دابا بعدو مني الله يجيبكم التيسير، كنتمنى لكم كل الخير والله العظيم قلبي راه ما حاقدش عليكم، راه قلبي اللي حاقد عليك انت بعداك. المهم عطيني التيسا والله يعاوننا يعاونك، وليله سعيده للجميع، وكنتمنى كاملين بيكم تجوزوا الصيف مزيانه، ويا ربي رخص علينا واخا الحكومه ما بغاتش ترخص علينا هادشي، الله تنزل شي بركه من عند الله ويرخص هادشي ويرجع كلشي عايش مزيان. تحيه للجميع من جديد من مدينه المدينه.